السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا. في المحاضرة السابقة وقفنا عند بعض مظاهر التعريب، وإحنا بنتحدث عن التعريب والتفريس، واتكلمنا عن التعريب باستفاضة، وقلنا التعريب هو اسم مفعول ومصدر من عربة، والمعرب هو اسم مفعول من فعل عربة. ويعني بعض مظاهر التعريب منها أول مظهر ما وضعه العرب على أوزانهم الصرفية. العرب يعني بعض مظاهر التعريب، أول مظهر ما وضعه العرب على أوزانهم الصرفية. بعض الكلمات اللي هي الفارسية أو اللي أخذوها العرب عن الفرس صاغوها أو وضعوها على وزن الأوزان الصرفية، زي كلمة فرند على وزن فعل، كركم على وزن فعفل، قورنق على وزن فوعنل، مهرجان على وزن مفعلان، زبرج على وزن فعلل، فلوزج على وزن فعولل، نرجس على وزن نفعل. هذا أول قسم، يبقى قسم وضعه العرب على أوزانهم الصرفية. القسم الثاني ما وضع على غير أوزان العرب. ما وضع على غير أوزان العرب، وده هنستخلصه مما حدده سيبويه في كتابه الكتاب. المغير الملحق بأبنية العرب مثل درهم الحقوه ببناء هجرع، بهرج الحقوه ببناء سهلب، دينار الحقوه بإعصار، يعقوب الحقوه بتربوع، جورب الحقوه بفوعل. الثانية المغير غير الملحق بأبنيتهم مثل فرند وآجر وبق. الثالثة غير المغير الملحق بأبنيتهم مثل خرم الحقوه بسلم. الأخير غير المغير غير الملحق بأبنيتهم مثل خراسان. يبقى ما وضع على غير أوزان العرب، واللي احدده سيبويه في النقاط الاربعه هذه. المظهر الثالث استخدام اسماء فارسيه اطلقها الفرس على مسميات فارسيه لم يعرفها العرب. ممكن اشرنا اليها في المحاضره السابقه. هي كلمات فارسيه جاءت مصاحبه لمسميات فارسيه او المواد ايا كانت هذه الاشياء، اشياء ماديه، اشياء ماديه مدنيه بحت يعني. فلم يوجد لها الفاظ مرادفه في العربيه فاطلقوها كما هي. زي ما احنا عندنا مثلا ما نشوف يقول لك تلفزيون، بس اطلقوه على التلفزيون وخلاص، ما لوش الشاشه المرئيه ولا حاجه، لانه مثلا ده او نيون او راديو او فونوجراف او شيء من هذه الاشياء، يعني جه اللفظ استخدموه كما هو بالنسبه للاله بتاعته. فدخلت العربيه زي كلمه سندس واستبرق والديباج، دول كلها دي اسماء لانواع من الحرير. السروال نوع من انواع الملابس، المزب اللي هو بيستخدم في البناء، الياسمين والنرجس اسماء زهور كلها، الياقوت من اسواق المعادن، الفلوزج اللي هو نوع المشروب هذا اللي طعمه حلو. اربعه قلب الهاء الصامته جيما او قافا. بعض مظاهر التعريب ان هناك كلمات فارسيه حينما عربت او حينما دخلت العربيه حسب القاعدة قلبت الهاء إلى قاف أو إلى جيم، زي مثلا كلمة إيه؟ خرنة. خرنة لما جيت تعرب قلبت الهاء إلى قاف بقت خورنق، اللي هو قصر خورنق، اللي يقال إن ده اللي بناه سنمار للخليفة النعمان، ولما عرف إن إيه أو يقال إن هو ابدع في بنائه، فعشان فلاجل ما يبنيش مبنى اخر مشابه له في جماله حدث فوق قصر اخر. المهم قصر خارنق. مثلا كلمه ايه؟ استبره، اللي عربت على كلمه استبرق، يعني استبره بالفارسيه لما اللي هو النوم الحرير، لما جت دخلت العربيه قلبت لها الى قاف. الاثنين دول كلمه طازه، لما عرفت العلم كلمة طازج اللي هو الطازة، طازه فارسية. الفرس بيعملوا الترقيق فاستخدموا الطاء، العرب بيعملوا التفخيم فبقت قلبت إلى طاء، والهاء قلبت إلى جيم فبقت طازج. كلمة بنفشة، بنفشة بقت بنفسج، قلبت الهاء إلى جيم. يبقى ده أول حاجة، قلب الهاء الصامتة اللي موجودة في آخر الكلمة إما إلى قاف أو إلى جيم. دي نقطة. نقطة تانية، قلب الشين سين في حالة التعريب، زي كلمة مثلا لشكر قربت إلى كلمة عسكر، فالشين قلبت إلى سين لشكر. كلمة شلوار قربت إلى كلمة سروال،
اللي هو السروال، قلبت الشين إلى سين. كلمة دشت، قربت إلى كلمة دست اللي معناها الصحراء، فقلبت الشين إلى سين. آدي اللي بعدها، قلب السين صاد، قلب السين صاد زي كلمة سرد، قربت إلى كلمة صرد اللي هو البرد، يعني سرد فارسية. لما دخلت العربية قلبت السين إلى صاد فبقت صرد اللي هو البرد. كلمة خرس اللي هو الدب، قربت إلى كلمة خرس اللي هو الدب، قلبت السين إلى صاد. قلب الزاي سينا والسين زاي، ازاي تقلب الى سين او سين ازاي، زي كلمة ايه، اندازة بقت هندسة. ليه الهندسة؟ الزين قلبت الى سين. كلمة ايه، مهندس، قربت الى مهندس، قلبت ازاي الى سين. نقطة اخرى، قلب التاء إلى طاء زي ما خدناها، زي كلمة طازة، التاء قلبت طاء عشان التفخيم، طازة. زي كلمة تنبور إلى طنبور، الطنبور أنت عارفينه زي الوسيلة لنقل الماء من البحر إلى الحديقة اللي هو الطنبور، أو زي الساقية مثلا كده واللي بتنقل المية إلى الأراضي. كلمة توست، تيست قربت الى كلمة طشت، الوعاء الطشت، يعني الطشت اللي احنا بنستخدمه ده اساسا هو كلمة فارسية، هو بالفارسية كلمة تيست، لان طبعا الفرس بيميلوا الترقيق فاستخدموا الطاء، العرب بيميلوا التفخيم فاستخدموا الطاء في مكانها. كلمة زي كلمة تباشير اللي هي قربت الى كلمة طباشير اللي احنا بنستخدمه في الكتابة على الديل، فهنا قلب التاء الى طاء. دول النقاط. يبقى اذا بعض مظاهر التعريب نجملها مرة أخرى، كما قلت لكم نجملها مرة أخرى، هي بعض مظاهر التعريب هي ما وضعه العرب على أوزانهم الصرفية زي كركم فول وخوارنق فعولا ومهرجان مفعلان ونرجس نفعل وزبرك فعلا إلى آخره، ما وضعه العرب على غير أوزان العرب، ودي اللي حددها سيبويه في النقاط الأربعة اللي احنا قلناها، المغاير المحقوق بأبنية العرب والغير الملحق بأبنيتهم وغير المغاير الملحق بأبنيتهم وغير المغاير غير الملحق بأبنيتهم الأربعة. الحاجة الثالثة، استخدام أسماء فارسية أطلقها الفرس على مسميات فارسية لم يعرفها العرب زي سندس واستبرق ودباج وسروال والمزب والياسمين والمرجان والياقوت والفلوزج إلى آخره. قلب الهاء الصامتة جيم زي ما كناها للكلمات اللي منتهيه بهاء صامتة، تقلب هذه الهاء إما إلى قاف أو إلى جيم، زي خورني بقت خورنق، استبري بقت استبرق، طازي بقت طازج، بنفش بنفش. أو قلب الشين إلى سين زي الاشكر إلى عسكر، وشلبار إلى سروال، ودش إلى دست. أو قلب السين إلى صاد زي سرد إلى صرد، وخرس إلى خرس. وقلب الزاي إلى سين، انداز إلى هندسة، ومهندس إلى مهندس. أو قلب التاء إلى طاء زي طنبور طنبور، وتس طشت، وطباشير طباشير. البعض اللي عاوز يعرف عن الكلمات، خورني او خورنق ده اسم قصر، قصر خورنق، استبري اللي استبرق نوع من انواع الحرير كما قلت، طازي طازج يعني الطازج، بنفسجي بنفسك زهرة البنفسج، لشكر عسكر اللي هو العسكر او الجيش، شيرفار سروار نوع من انواع اللباس الداخلي، دشت دست اللي هي الايه الصحراء، سرد او سرد اللي هي البرد، خرس او خرس اللي هو الدب حيوان الدب، اندازه يعني هندسه، مهندس مهندس معروفه، طنبور اللي هو الطنبور، تست اللي هو الطشت، طباشير اللي هو الايه الطباشير. نيجي بقى للايه، للحاله الثانيه والاخيره، احنا قلنا التعريب والتفريس، خدنا التعريب يبقى ناخد الصوره المقابله بقى اللي هي التفريس. والتفريس مقابل التعريب، اي دخول كلمه عربيه الى اللغه الفارسيه واخذت صبغتها وطبيعات نطقيه المختلفه عن النطق العربي فصارت مفرسه او فارسيه. يعني زي مثلما اخذ العرب عن الفرس من كلمات قربت الى العربيه وخضعت للقواعد الصوتيه العربيه، فكذلك الفرس اخذوا عن العرب كلمات عربيه دخلت اللغه الفارسيه وخضعت للقواعد الصوتيه العربيه الفارسيه. ويمكن في محاضره سابقه احنا بنتكلم على في النواحي الصوتيه في الدراسه التقابليه بين العربيه والفارسيه في النواحي التقابليه وفي النواحي اسف في النواحي الصوتيه، قلنا ان الايه العرب الفرس اخذوا عن العرب الابجديه العربيه ولكن نطقوها بنطق مختلف عن النطق العربي، وقلنا الاسباب فيها باستفاضه
فهي تكشف عن هذا الأمر. طب اذا زي ما قلنا هناك في مظاهر التعريب او عوامل التعريب، قلنا نذكر منها ايه؟ عوامل التفريس. ايه العوامل التي ساعدها لدخول هذا الكم الهائل من الالفاظ العربيه الى اللغه الفارسيه؟ اول حاجه الجوار الجغرافي بين الامتين العربيه والفارسيه، وزي ما قلنا في اول محاضره هذا التجاور الجغرافي بين العرب والفرس ادى، او بين العرب وايران، ما هي الفارسيه لغه ايران يعني، ادى الى تبادل تجاري بينهما، والتبادل التجاري ادى الى تبادل لغوي، فدخلت الفارسيه الفاظ عربيه كثيره جدا، ودخلت الفارسيه الفاظ عربيه ليست بالقليل. يبقى الجوار الجغرافي. الحاجه الثانيه دخول الاسلام ايران، وقت الفرصه اعتنقوا الاسلام، والاسلام احكام الاسلاميه موجوده في القران الكريم، والقران مكتوب باللغه العربيه، حتى يقفوا على احكام الدين كان لزاما عليهم ان يقراوا القران، وحتى يقراوا القران كان لزاما عليهم ان يتعلموا اللغه العربيه، فتعلموا العربيه واتقنوها، وبذلك دخل الفاظ عربيه كثيره جدا للفارسيه. مش كده بس، ده لما حاول الفرس القيام بحركات انفصاليه عن العربيه واستعاده اللغه الفارسيه والالفاظ والادب الفارسي القديم والمهجور، نجحوا في استعاده الفاظ وفشلوا في استعاده الاخر. اللي فشلوا حل محله اللفظ العربي. يعني هديك مثال بسيط، لو واحد يعني الانجليزي بتاعته كده متعتع كده، او يعني بسيط او على قد حاله، يعني لو مثلا اقول ايه انا اي ونت تو جو مثلا، يقول لك ايه شركه قناه السويس مثلا، يعني عاوز اروح شركه قناه السويس، فقال لك يعرف اي ونت تو جو، مش عارف شركه يعني ايه، يعني كمباني مثلا او حاجه زي دي، فراح مستخدم الكلمه العربيه. بتحصل كتير، يوم يحل محلات اللفظ العربي، فساعد هذا لدخول الفاظ عربيه كثيره جدا الى اللغه الفارسيه. النقطه الثالثه او العامل الثالث، نفوذ الثقافه العربيه المتفوقه وكذلك الصناعات البيانيه والبديعيه في الادب الفارسي. الفرس هاموا حبا بالثقافه العربيه، وهاموا حبا بالنظام القصيده العربيه والتصوير والبيان والبديع وما الى ذلك، واستفادوا في شعرهم في هذا. ولاجل هذا حينما تعمقت العلاقه بين العرب والفرس اكثر واكثر، يعني ظهر في الشعر الفارسي نوع من التعقيد اللي هو الموجود بسبب التصوير والخيال اللي موجود في الشعر العربي. العامل الرابع، استخدام اللغه الفارسيه الدريه الاسلاميه الابجديه العربيه والخط العربي، ودي اشرنا اليها. الفرس بعد الاسلام كتبوا لغتهم المستعاده اللي هي اللغه الفارسيه الجديده بقى الدريه الاسلاميه، وادبهم المستعاد اللي هو ادب الفارسي الاسلامي كتبوه بالابجديه العربيه وبالخط العربي. يعني دي عوامل تفريس. النقطة الخامسة، أن الفرس استسهلوا المصطلحات العلمية، الكلمات العربية أو المصطلحات العلمية، وهاموا حبا في استخدام المصطلحات العلمية عناوين لكتبهم. يعني شيء غريب قوي، تمسك بعض كتب فارسية مكتوبة باللغة الفارسية لكن عنوانها عربي، مجمل التواريخ عربي، مجمل القصص عربي، عتبة الكتبة عربي، لباب الألباب عربي، حبيب السير عربي، مجمل التواريخ عربي، كتب كثيرة جدا تلاقي عنوانها عربي، وتمسك الكتاب تلاقيه مكتوب باللغة الفارسية. النقطة السادسة، ترجمة العديد من الكتب العربية إلى الفارسية. السابعة، حلول الكلمات العربية محل الفارسية التي عجزت الفرس عن سدادها، زي ما قلت لكم منذ قليل، زي مثلا كلمة تأثير واستحكامات وخليفة وأمين وأمانة وشعر وكتاب إلى آخره، وحج ومنارة، وخصوصا الألفاظ الدينية. يبقى إذن مرة ثانية، العوامل التي ساعدت على دخول هذا الكم الهائل من العربية اللغة الفارسية تنحصر في الجوار الجغرافي، التبادل اللغوي أيضا، دخول الإسلام، نفوذ الثقافة العربية المتفوقة والصناعات البيانية والبديعية في الأدب الفارسي مستعاد، استخدام اللغة الفارسية الدارية الأبجدية العربية والخط العربي، استسهال الفرس استخدام المصطلحات العلمية عناوين لكتبهم، ترجمة العديد من الكتب العربية الفارسية، حلول الكلمات العربية محل الفارسية التي عجز الفرس عن استعادتها، زي كلمة تأثير واستحكامات وخليفة وشعر وكتاب وحج ومنارة وصلاة وما إلى ذلك. نأتي بقى للنقطة الأخيرة، نماذج من التفريس. نأخذ هنا نماذج من التفريس، يعني الكلمات اللي الفرس أخذوها عن العرب وفرسوها وصارت فارسية. ناخد نماذج منها ونساعدكم، ورغم انها موجوده في الكتاب لكن
انا يعني انا هي كلمات كثيره، انا اخترت لكم بعض كلمات وانتم مطالبين بهذه الكلمات المختاره فقط، يعني من التسهيل لكم. يعني الكلمات اللي هذكرها الان هي اللي انت مطالب بها. يعني في كل النماذج كثيره جدا، نماذج من التفريس بصور مختلفه وبعناوين مختلفه، وكل عنوان تحته 5 6 7 8 امثله. هنكتفي بامثله معينه تحت كل عنوان وهي التي ايه ساذكرها لكم. اول حاجه استخدام كلمات عربيه بصوره ليس لها مثيل في العربيه. استخدام الفرص لكلمات عربيه بصوره ليس لها مثيل في العربيه. يعني معنى ايه؟ يعني الفرس استخدموا كلمات عربية ولكن بصورة مخالفة لاستخدام العرب لهم. يعني كلمة عكس عندنا في العربية يعني معناها ضد، لا عكس عند الفرس، العكس معناها صورة، عكاس معناها مصور، يبقى كلمة عكاس المصور اللي بيجي يصورك ده اسمه عكاس، يمكن عشان المعنى برضه ان هي بتعكس الاصل الى صور يعني، لكن عكاس عندنا في اللغه العربيه معناه يعكس الشيء مش معناه مصور. لكن مصوراتي اللي بيصورك اسمه عكاس بالفارسيه. شاعري. شاعري في العربيه معناها ايه؟ شاعر. لا، شاعري بالفارسيه اللي هنا مصدريه معناها شاعر نفسه. يبقى اذا استخدموا الكلمات العربيه بصوره مخالفه للعرب. عكاس كلمه عربيه. هي عند الفرس مصور. عكس ما هو عند العرب، على غير ما هو موجود عند العرب. شاعري. شاعر في العربية شاعري. هل الشاعري معناه الشعر؟ لا، عندنا كلمة الشعر. صنعتي كلمة عربية لكن عند الفرس معناها الصناعة. هل صنعتي في العربية تعني معنى تعني الصناعة؟ لا. دخانيات اللي هو الدخان أو التدخين. التدخين ادي اول حاجه. يبقى استخدام كلمات عربيه او ممكن في الامتحان يجي لك مثلا كلمه يقول لك ايه، اجب بنعم او لا او صح او خطا وبين السبب. عكاسي مثلا كلمات عربيه استخدمها الفرس بصوره لها مسافه عربيه، تقول ايوه نعم لا نعكس. او تقول شاعري كلمات عربيه استخدمها الفرس بصوره ليس لها مثيل او بصوره لها مثيل في العربيه، تقول لا لان دي ليس لها مثيل، وهكذا. يبقى اول ايه نقطه. النقطه الثانيه استخدامها، يبقى الاولى استخدام كلمات عربيه بصوره ليس لها مثيل في العربيه او بصورتها غير المستخدمه في العربيه. دول نقطه ثانيه. استخدام كلمات عربيه بدلالات اخرى غير ما هي في العربيه، بدلالات مختلفه عما هي في العربيه، زي كلمه دفتر. دفتر في العربيه معناها كراسه، لا عند الفارسيه معناها مكتب. مكتب يعني المكتب ده اسمه دفتر، او الحجره اللي فيها ديت اسمها مكتب دفتر. او ذهبت الى دفتر فلان في الفارسيه مثلا يعني، او بدفتري اغاي فلان رفتم ذهبت الى مكتب فلان، مكتب فلان. يبقى دفتر في العربيه استحاله انها تستخدم بمعنى مكتب، فهم استخدموها بدلالات غير ما هي في العربيه. كلمه صندل. صندل في العربيه اللي هو من انواع الاحذيه، عند الفرس صندل معناها كرسي. الكرسي اللي قاعد عليه ده اسمه صندل. كرسي السيارة، أو واحد دخل يركب سيارة وما لقاش مكان ولا حاجة يقول لك صندلي من كوجاست، فين الكرسي بتاعي؟ طبعا لو واحد لا يفهم معنى كلمة صندل دوره على أحذية ولا حاجة يعني، لا. فصندل يبقى الكلمات دي بدلالات مختلفة عما هو في العربية. كلمة شهر. شهر في العربي معناها شهر، اللي عكس يوم وسنة. لا، شهر بفارسية معناها مدينة. نقول شهر طهران يعني مدينة طهران، شهر القاهرة مدينة القاهرة. يبقى إذا بالدلالة مختلفة عن العربية. كلمة جالب. جالب اللي هو بيجلب الشيء. لا، بالفارسية جالب معناها رائع أو جميل أو مميز، شيء رائع جالب خلاب. كلمة مثلا كلمة شاهد. شاهد في العربي معناها شاهد على شيء، بالفارسية شاهد معناها المحبوب أو المعشوق، البنت الجميلة اللي بيحبها إنسان. فبقت هذه الكلمات هنا بإيه؟ كلمات عربية استخدمها الفرس بدلالات غير عربية. ممكن أجيب لك في الامتحان حاجة زي دي مثلا، أقول لك دفتر
كلمات كلمة عربية استخدمها الفرس بدلالات عربية، تقول لا لا دي بدلالات عربية، أو لسه كلمة فارسية استخدم عربية استخدمها الفرس بدلالات غير عربية، تقول أيوة صح مثلا يعني. طيب دي من الثلاثة، استخدام مصطلحات علم اللغة زي كلمة دلالات اللي هي الدلالة، كلمة أبدال صوتي اللي هو أبدال الصوتي، كلمة تركيب اللي هو التركيب أو النحو، سهلة أوي. يبقى كلمات استخدام مصطلحات علم اللغة. نمرة أربعة، تكوين معنى مشتق من أصل عربي، كونوا أو اشتقوا معنى من أصل عربي زي كلمة إيه مثلا، صلاة زادا معناها الصلاة، أو معناها آسف مش معناها صلاة آسف، معناها أن ينادي، أن ينادي. صلاة اللي جاية من الصلاة، وزادا معناها أن يضرب، يضرب الصلاة يعني يقدم مثلا يعني، فالفرس استخدم معنى أن ينادي، نادى فلان صلاة زادا يعني بينادي على فلان، صلاة زاد ينادي على كذا. فهم أخذوا اشتقوا معنى لهم خاص بهم من أصل عربي. كلمة بسمل اللي هي من البسملة، دي معناها عند الفرس معناها ذبيح، يمكن لان الواحد على حسب الشرع الاسلامي لما بيجي يذبح حاجه بيقرا بيبسمل عليها، لكن هي كلمه بسمل معناها بسم الذبيح بالفارسيه. كلمه صدى معناها الصراخ او المناداه او الصوت او صوت الموسيقى، صدى. يبقى ديت ايه، كلمه تسبيح، تسبيح مش معناها يسبح كده، لا تسبيح معناها السبحه نفسها. يبقى دي تكوين معنى مشتق. كلمة حرف، حرف زي حرف من دول، لا الحرف بالفارسية معناه الحديث نفسه أو الكلام، يعني كلمة حرف معناه الحرف الواحد اللي هو الفونيم، أصغر وحدة صوتية يعني، أو حرف كده يعني، أو اللي هو الحرف حروف العكس الكلمة أو الاسم أو الفعل أو الحديث، حرف الصوت ده، لكن عندهم معنى حديث أو كلام. نمرة خمسة، استعمال أسماء عربية بمقام الصفة، استعمال أسماء عربية مقام زي كلمة سلامت اللي هي السلامة، خسيس معناها بخيل، أدبيات معناها الأدب، سلامت معناها سالم، خسيس معناها بخيل، أدبيات معناها أدب. فاستخدموا أسماء عربية ولكن في مقام الصفة، لأن سالم وبخيل وأدب أو مؤدب أو أداب أو حاجة، دي بتبقى صفات الأشياء. نمرة ستة، نمرة ستة، تكوين أفعال فارسية بلاحقة فارسية من كلمات عربية، يعني ياخدوا كلمة عربية زي كلمة طلب أو فهم مثلا، او رقص او بلع، دي كلمات عربية. طيب يحولوها الى فعل فارسي ازاي؟ الفعل الفارسي لازم يكون اخره تاء ونون او دال ونون، يوم يحطوا لها بقى طلب يبقى لك طلبيدا، عشان يبقى اخرها دال ونون، فهميدا عشان يبقى اخرها دال ونون، رق سيدا أن يرقص، بل عيدا أن يبلع. فحولوا الأفعال، يعني خد الكلمات العربية وأخضعوها لقواعد الفعل عندهم، الفعل آخر لابد يكون آخر أما تاء ونون أو دال ونون، فحطوا الدال ونون فيها في كل واحدة منهم وحولوا الأفعال، بل طلبيدا أن يطلب، فهميدا أن يفهم، رقصيدا أن يرقص، بل عيدا أن يلعب. النقطة السابعة، استخدام الجموع العربية كما هي في الفارسية زي روحانيون، معلمين، بساتين، ميادين، دواوين، صادرات، واردات كما هي. النقطة الثامنة، نطق وكتامة أسماء عربية بدون همزة أو تاء مربوطة، يعني مثلا إيه، أبا يزيد يقول لك با يزيد من غير الهمزة، أبو علي يقول لك بو علي من غير همزة، أبو إسحاق يقول لك بو إسحاق، بريء يقول لك بريء فقط من غير الهمزة، مبرى أو مبرأ يقول لك مبرأ، مداواه يحذف التاء يقول لك مداواه فقط، مواساة تبقى مواساة فقط، ملاقات تبقى ملاقاة فقط،
فاحيانا يجيبوا كلمات عربيه ويحذفوا من الهمزه او التاء من اخرها. التاسع نطق وكتابه اسماء عربيه مع قلب الهمزه ياء. يعني مائل، هم عندهم ما بيستخدموش الهمزه، الهمزه عندهم تقلب الى ياء، بيميلوا للتسهيل. مائل تبقى مايل، شمائل تبقى شمايل، دلائل تبقى دلايل. الحاجه العشره الاخيره كتابه كلمات عربيه مع فتح التاء المربوطه. يعني الكلمه تبقى عندنا يبقى التاء فيها مفتوح مربوطه، يوم يفتحوها زي دولة، دولة أو حكمة مثلا أو رحمة أو نعمة يفتحوها تبقى دولة، زي دولة الباشا مثلا، أو حكمة اسم بنت حكمة هانم، أو رحمة رحمة ربك كذا، أو نعمة، وهكذا بالتاء المفتوحة. وبهذه الصورة نكون قد انتهينا بحمد لله من الوحدة الرابعة والأخيرة، وانتهينا من المقرر كله بوحداته الأربعة. ونلخص الوحدة الرابعة والأخيرة بالملخص الآتي: التعريب والتفريس مصطلحان مستخدمان للتبادل اللغوي واللفظي بين العربية والفارسية. الأول يشير إلى الكلمات الفارسية التي دخلت العربية، بعضها ألحقها العرب بأبنيتهم، وبعضها لم يلحقها وقاسوها على ابنياتهم، وبعضها تركوها دون تغيير او الحاق، وبعضها استخدموها كنوع من الطرف، وبعضها اقتضت الضروره الى استخدامها. الثاني، النقطه الثانيه هو التفريس بقى، هو الصوره المقابله للتعريب، ويشير الى الكلمات العربيه العديده التي دخلت الفارسيه واخذت الصبغه الفارسيه نطقا ودلاله. وكان لذلك عوامل عديدة أبرزها الجوار الجغرافي والتبادل التجاري واللغوي بين أمتين العربية والفارسية، وكذلك دخول الإسلام إيران والخط العربي والإقبال على تعلم العربية واستخدامها بدلا من الفارسية، ونقل وترجمة العديد من المؤلفات العربية إلى الفارسية المستعادة. والآن بقى ننتقل بقى إلى نقطة أخيرة ومهمة، وهي التطبيقات. للتطبيقات احنا بعد انتهينا من المقرر وشرحناه وانتهينا منه بحمد الله سبحانه وتعالى، هناك تطبيقات. هذه التطبيقات مقسمة لقسمين: أسئلة مفصلة على الوحدات الأربعة، كل وحدة على حدة ولها إجابات نموذجية، وأسئلة أخرى بدون إجابات تكتب فيها بنعم أو لا أو بصح أو خطأ. إحنا طبعا هنكتفي بالأسئلة المفصلة والإجابات النموذجية، لأن الأسئلة الأخرى إذا أعطيتك الإجابة فما الفائدة بذكرها؟ يعني ما كنا وضعنا الإجابة من قبل، لكن هي متروكة لك حتى تعمل عقلك وتبين مدى قدرتك وتساعدك على الايه، او تكشف لك قدرتك وفهمك للماده. اذا استطعت ان تجيب هذه الاسئله بينك وبين نفسك، وهي موجوده في الـ في الـ في, الـ في التطبيقات وموجوده في الكتاب ايضا، يبقى انت تتاكد انك انت فهمت الماده كما ينبغي. وعاده الامتحانات لا تخرج من ايه، لا تخرج من هذه التطبيقات ومن هذه الاسئله اللي موجوده في الكتاب. فالاسئله المفصله واجابات النموذجيه هقراها لك بالاجابات، اما الاسئله الاخرى اللي هي بنعم او لا او بصحه او خطا ومتروك الاجابه، فاتركها لك لان هي هتكون مقياس لك لمدى اتقانك وفهمك للماده. نبدا الان بالوحده الاولى اللي هو علم اللغه التقابلي ماهيته وموضوعه. اولا اسئله مجاب عنها باجابات نموذجيه، ودي اللي احنا ايه هناخدها. سين واحد، هقول لك السؤال واقرر لك الاجابه. عرف سين واحد، عرف بعلم اللغه التقابليه. جيم واحد او الاجابه، هو احد فروع علم اللغه التطبيقي، وهو احدث المناهج اللغويه، ويعتمد على المنهج الوصفي وعلى علم اللغه التطبيقي في مجال تعليم اللغات. هو احد فروع علم اللغه التطبيقي، وهو احدث المناهج اللغوية، ويعتمد على المنهج الوصفي وعلى علم اللغة التطبيقي في مجال تعليم اللغات. سين اتنين، ما الفصائل او الاسر او السلالات اللغوية التي انقسمت اليها اللغات الانسانية؟ اخذنا قبل كده ثلاثة او ثلاث اسر: الاسرة السامية الحامية بتمثلها العربية والعبرية والسريانية، الاسرة الهندو اوروبية بتمثلها الهندية والايرانية اللي هي الفارسية يعني، والارية والفرنسية والانجليزية الى اخره، الأسرة النبطية بتشمل اللغات التي لا تندرج تحت السامية والهند أوروبية زي الصينية واليابانية. سين ثلاثة، ما
ما الصورة المقابلة لمنهج علم اللغة التقابلي؟ جيم 3 هي منهج علم اللغة المقارن. سين 4 ما الفرق بين منهج علم اللغة التقابلي ومنهج علم اللغة المقارن؟ الفرق أن الأول اللي هو علم اللغة التقابلي ينتمي إلى الأسر الهندو أوروبية ويتعامل مع الظاهرة اللغوية الموجودة بين لغتين في أسرتين أو سلالتين مختلفتين كالعربية والفارسية. أما الثاني اللي هو علم اللغة المقارن ينتمي إلى الأسرة السامية ويتعامل مع ظاهرة لغوية موجودة في لغتين من أسرة أو سلالة واحدة كالعربية والعبرية. سين 5 على ما يهدف علم اللغة التقابلي؟ شرحناه احنا وقلناه وتحدثنا عنه في السؤال رقم 1 او اجبنا عنه في السؤال رقم 1. اسف جدا اسف اسف على ما يهدف علم اللغة التقابلي؟ اسف، علم اللغة التقابلي يهدف الى معلش التبس الامر معي في سؤال اخر سيأتي يعني. على ما نأتي مرة اخرى السؤال رقم 5 معذرة مرة اخرى. على ما يهدف علم اللغة التقابلي؟ علم اللغة التقابلي يهدف إلى أولا تعلم اللغات وتجنب الاهتمامات التاريخية اللي بيهتم بها علم اللغة التاريخي. نمرة به أو اتنين مقابلة اللهجات المحلية بعضها مع بعض دون المقابلة بينها وبين الفصحى. نمرة جيم له دور بارز في مجال الترجمة. نمرة دال له دور بارز في صناعة المعاجم. يبقى 4 تعلم اللغات، مقابلة اللهجات المحلية بعضها ببعض دون مقابلة اللهجة بالفصحى، له دور بارز في مجال الترجمة، له دور بارز في صناعة المعاجم. سين 6 اذكر مناهج علم اللغة الحديث في دراسة اللغات. مناهج علم اللغة الحديث في دراسة اللغات هي المنهج المقارن، المنهج التاريخي، المنهج الوصفي، المنهج التقابلي. يبقى المنهج المقارن، المنهج التاريخي، المنهج الوصفي، المنهج التقابلي. سين 7 ما المنهج المقارن؟ جيم 7 هو أقدم مناهج علم اللغة الحديث ويعتمد على الدراسات المقارنة للظاهرة اللغوية بين لغتين من أسرة أو سلالة واحدة من كافة مستويات اللغة. طيب سين 8 ما المنهج التاريخي؟ هو المنهج التاريخي انبثق عن المنهج المقارن ويتدخل معه في بحوث لغوية ذات سمة تاريخية مقارنة أو مقارنة ويهتم بتطور اللغة الواحدة عبر القرون ويعتمد على المنهج الوصفي لإثبات تطور الظاهرة اللغوية. سين 9 ما المنهج الوصفي؟ جيم 9 يتعامل مع وكائن للظاهرة اللغوية في زمن محدد ومكان معين ومحدد ويصف الظاهرة كما هي ولا يتدخل في بيان ما ينبغي لها أن تكون. سين 10 ما المنهج التقابلي؟ ادي بقى السؤال اللي التبس الأمر عليه في سؤال 5، ارجع للسؤال رقم 1 يبين لك ما هو المنهج التقابلي. دي اللي التبس الامر عليا فيها مع سؤال رقم 5 اسف. ما المنهج التقابلي؟ ارجع للسؤال رقم 1 والاجابه بتاعته. سين 11 ما ابرز الفروق بين علم اللغه المقارن وعلم اللغه التقابلي؟ ابرز الفروق ان الاول اقدم علم اللغه المقارن اقدم مناهج علم اللغه والثاني هو احدث مناهج علم اللغه. فرق اخر ان الاول اللي هو علم اللغه المقارن له هدف تاريخي والثاني لا شان له باي اهتمامات تاريخيه. سين 12 ما موضوعات علم اللغة التقابلي؟ جيم 12 هي ألف دراسة اللهجات المحلية واللغة الفصحى داخل اللغة الواحدة، ب الترجمة وإبراز دورها في نقل الفكر والثقافة من لغة إلى أخرى، جيم تعلم اللغات الأخرى وتعليمها بصورة جيدة، د الاعتماد على الدراسة الوصفية في التعامل مع الظواهر اللغوية قبل الدراسة التقابلية لمعرفة أوجه الاختلاف والاتفاق بين اللغتين. البداية تكون في بداية دراسة وصفية والنهاية دراسة تقابلية. ه صناعة المعامل للتعامل مع مفردات لغتها. سين 13 هل لعلماء اللغة الحديثة دور في تحسين طرق تدريس اللغة؟ نعم لهم دور بشكل علمي وفي وقت قصير، وساعد ذلك على حاجة الدول الكبرى إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية على تعليم اللغات بشكل مركز وسريع لأغراض حربية. سين 14 هل للغرب الأفضلية الأولى في تطوير اللغات الحديثة؟ لا، لأن سبقهم إلى ذلك العلامة ابن جني وسيبويه وهم استفادوا، صحيح أن ابن جني وسيبويه استفادوا من الهنود واليونان لكن كان دورهم بارز جدا وعلماء الغرب فيما بعد ذلك في تطويرهم لهذه الدراسات اللغوية استفادوا مما قدمه سيبويه وابن جني.
سين خط 15. هل علم اللغة التقابلي أحد فروع علم اللغة التطبيقي؟ نعم، والأخير فرع من العلوم اللغويات الحديثة. سين 16. ما هما جانب علم اللغة التقابلي؟ عرف بهما. جيم 16. هما جانب نظري وجانب تطبيقي عملي. الأول يهدف إلى دراسة كلتا اللغتين المنوي مقابلتهما كل على حدة، دراسة تحليلية دقيقة من خلال نظرية لغوية معينة، وتكون الدراسة على جميع المستويات اللغوية. أما الجانب الآخر التطبيقي يأتي بعد الدراسة النظرية لكن لكل من اللغتين، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف فيهما. وفي الجانب التطبيقي أيضا تسهم اللغات التقابلية في عملية تعليم اللغات. سين 17. ما رأي علماء المدرسة السلوكية في اللغة؟ يرون أنها مكتسبة كأي عادة أخرى. سين 18. متى بدأت الدراسات التقابلية؟ بدأت في أوائل خمسينات القرن الماضي. سين 19. ما رأي المدرسة التحويلية بريادة تشومسكي في اللغات التقابلية؟ جيم 19. لا يؤمنون بها ويتشككون في جدوى تطبيقها وتدريسها، ولا يؤمنون بها ويتشككون في جدوى تطبيقها في تدريس اللغات، كما رأى السلوكيون وهاجموها بعنف. سين 20. من طور اللغويات التقابلية وكيف؟ جيم 20. العالمة الرومانية سلاما كازوكو. كيف بقى؟ أولا عمل آلت، يعني بعمل دراسة للأخطاء التي يعملها الدارس ومراقبة الطالب مراقبة دقيقة نمت بها، عمل اختبارات على فترات معينة. جيم. تجمع هذه الأخطاء وتصنف تصنيفا دقيقا، دال تفسير عوامل هذه الأخطاء. سين 21. ما المنهج الذي يتعامل مع لغتين من سلالات مختلفة؟ واضح جدا المنهج التقابلي. ما المنهج الذي يتعامل مع لغتين من سلالة واحدة؟ المنهج المقارن. ما الفرق بين المنهج الوصفي والمنهج التاريخي؟ الأول يتعامل مع ما هو كائن في الظواهر اللغوية، والثاني يهتم بتطور اللغة الواحدة عبر القرون. سين 24. هل يتعامل علم اللغة المقارن مع ظواهر متقابلة بين الفصحى والعامية مثلا؟ لا، بل يتعامل بين الفصحى والفصحى أو العامية والعامية. سين 25. ما أهمية الترجمة؟ أهميتها في نقل الثقافات المختلفة والتعرف عليها والنظر إلى قدراتنا اللغوية من خلال معرفة ثقافات الآخرين. سين 26. هل يعتمد المنهج التقابلي على المنهج التاريخي؟ جيم 26. لا، بل على المنهج الوصفي لمعرفة أوجه الاختلاف والاتفاق بين اللغات. دي أسئلة الإيه؟ الوحدة الأولى. الأسئلة غير مجاب عليها طبعا نتركها طبعا كما قلت لكم، ودي متروكة لكم، ونأتي للوحدة الثانية. الأسئلة برضو والإجابات النموذجية في علم اللغة التقابلي بين النظرية والتطبيق. أولا أسئلة مجاب عنها بإجابات نموذجية. سين 1. ما القضايا التي تهتم بها الدراسات التقابلية اللغوية؟ ما القضايا التي تهتم بها الدراسات التقابلية اللغوية؟ جيم 1. هي القضايا الصوتية والصرفية والبنى النحوية بوصفها قضايا صياغية مرتبطة بالدلالة، اللي هي مستويات اللغة يعني بصراحة. يبقى القضايا الصوتية المستوى الصوتي، والقضايا الصرفية المستوى الصرفي، البنى النحوية المستوى النحوي، وارتباطها بالدلالة اللي هو المستوى الدلالي. سين 2. ما سبب اختلاف الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية بين العربية والفارسية؟ ما سبب اختلاف الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية بين العربية والفارسية؟ جيم 2. بسبب اختلاف طبيعة اللغتين، وبالتالي اختلفت الدلالة أيضا فيهما بسبب اختلاف طبيعة اللغتين. سين 3. ما علم الأصوات؟ جيم 3. هو دراسة الأصوات الكلامية الإنسانية أي اللغة المنطوقة. سين 4. هل تتفق الفونيمات في كل لغات العالم؟ والفونيمات جمع فونيم، والفونيم هو أصغر وحدة صوتية كما قلت لكم. لا، بل تختلف باختلاف كل لغة وباختلاف مستخدميها، وتشكل صعوبة أمام أصحاب اللغات الأخرى. سين 5. ما الأبجدية الفارسية؟ 5. هي الأبجدية العربية مضافا إليها 4 أحرف أخرى لا وجود لها في العربية، اللي هي حرف البي والتشي والجي والجاف اللي احنا ذكرناهم من المحاضرة السابقة، اللي هي البي اللي تحت 3 نقط، والجي اللي فيها 3 نقط، والتشي تحت 3 نقط، والجاف اللي هي كاف بشرط. دول العربي الأبجدية العربية 28 حرف زائد 4 الفارسية
يبقى 32 حرف، اللي هي 28 حرف عربي والاربعه الفارسي اللي هم البي والجي والتش والقاف. عمليه سهله يعني. سين 6، هل نطق الفرس الابجديه العربيه كما ننطقها نحن؟ طبعا لا، بل نطقوها بصوره تتفق مع طبيعه النطق لديهم. هم يميلون للترقيق ونحن نميل للتفخيم، يبقى الحروف اللي احنا بنطقها مفخمه هم ينطقوها مرققه. طازه تازه عندهم تبقى طازج، عندنا تيست تبقى طشت عندنا مثلا. الاصوات اللي عندها الثاء والدال والظاء، لو نطق كلمه عربيه فيها ثاء ودال وظاء هينطق الدال سين والصاد سين وما الى ذلك هكذا. العين والحاء لا يستطيعون ان ينطقوا العين والحاء كما ننطقها نحن، ينطقوها زي الاجانب، ينطقوها همزه. خدع يقول لك، ما يقولش خدع عادل اسد، يقول لك خدع ادل، ادل زي الهمزه. احمد هكمت ينطقها زي الهاء كده او الحاء يعني. جيم سين 7، هل يوجد في الفارسيه تنوين وغنه واخفاء وادغام مثل ما في العربيه؟ طبعا لا، لا يوجد، لان هذه اشياء خاصه بالقران الكريم واحكام وحكام التجويد في القران الكريم وقراءته، فلا يوجد لديهم في لغتهم يعني مثل هذا بسبب عدم وجود قران كريم في لغتهم يعني. سين 8، هل يوجد في الفارسيه حروف عله الف وواو وياء مثل ما في العربيه؟ وهل تشكل هذه الحروف أهمية بها؟ نعم يوجد، ولكنها لا تشكل أهمية بها مثل العربية لعدم وجود علامات إعرابية بالفارسي. سبع، عدم وجود علامات إعرابية بالفارسي. يبقى موجود الألف والواو والياء، لكن ما تعتبرش عندهم حروف علة بسبب عدم وجود العلامات الإعرابية يعني. سين 9، ما علم الصرف؟ جيم 9، هو العلم الذي يتناول الناحية الشكلية للصيغ وللموازين الصرفية. سين 10، هل تتوافق الظواهر الصرفية في العربية مع الفارسية؟ جيم 10، لا، بل تختلف باختلاف طبيعة لغتيهما. سين 11، ما علامة التفضيل في الفارسية؟ هي تر للمفاضلة بين شخصين وترين للمفاضلة بين ايه؟ مجموعة. تر للمفاضلة بين شخصين وترين للمفاضلة ما بين مجموعة. سين 12، ما الاشتقاق؟ جيم 12، هو ما اشتق من غيره ودل على ذات وصفه. سين 13، ما المشتقات المتفقه والمشتركه بين العربيه والفارسيه؟ جيم 13، هي اسم المفعول، اسم الفاعل، الصفه المشبهه، اسم المصدر. سين 14، ما اسم المفعول في العربيه والفارسيه؟ جيم 14، اسم مفعول في العربيه على وزن مفعول من الثلاثي ومن غير الثلاثي على ما يصاغ من الفعل المضارع المبني للمجهول. وفي الفارسية تضاف كلمة هاء، هاء صامتة على المصدر المرخم مثل كارد. فنقول جملة كلمة كارد ونضيف لها هاء صامتة يبقى معناها مصنوع. المصدر المرخم والهاء الصامتة يبقى كارد مصنوع. ما اسم الفاعل في العربية والفارسية؟ في العربية على وزن فاعل من غير الثلاثي على وزن مضارعه. فارسية بنجيب المادة الأصلية اللي هي كن ونضيف لها كلمة نده تبقى كننده فاعل. المادة الأصلية اللي هي بتاع كرده تبقى كن ونضيف لها كلمة نده علامة اسم الفاعل. طيب ما الصفة المشبهة في العربية والفارسية؟ هي مشبهه باسم الفاعل، وهي من صيغ مختلفه في الفعل الثلاثي مثل حسن وشهم وجبان. الفارسيه بنضيف الف على اخر ايه؟ على الماده الاصليه. يعني الفعل ضان، ماده اسم الفعل ضانستن، حط لها الف تبقى ضان معناها عالم. ضان اللي هي الماده زائد الف تبقى ضان عالم. ما اسم المصدر في العربية الفارسية؟ هو في العربية زي عطاء وجوابا وضوءا، وهي اسماء تدل على الحدث. في الفارسية بنيجي ايه؟ نجيب المادة الأصلية اللي هي كن ونضيف لها شين مكسور ما قبلها تبقى كونش معناها الصنع أو العمل نفسه. سين 19،
سين 18، آسف، سين 18، هل يوجد مثنى في الفارسية؟ سين 18، هل يوجد مثنى في الفارسية؟ جيم 18، لا، بل يوجد مفرد وجمع فقط. سين 19، هل الألف والنون لكل ذي روح من إنسان وحيوان وطيور؟ سين 20، هل يوجد في الفارسية علامات خاصة للتذكير وأخرى خاصة للتأنيث مثل العربية؟ لا، تعتمد الفارسية على الموقعية والسياق للتفريق من التذكير والتأنيث. سين 21، قارن بين تكوين الجملة في العربية والفارسية. جيم 21، في العربية يتحدد نوع جملتها اسمية أو فعلية من بداية الجملة. وفي الفارسية يتحدد نوع جملتها اسمية أو فعلية من نهايتها، فإن انتهت بالفعل فهي فعلية، وإن انتهت بالرابطة أس فهي اسمية. سين 22، ما الصورة المقابلة للقيد في العربية؟ جيم 22، الحال أو إحدى صور الحال. سين 23، ما سبب فصل العربية بين الإضافة والصفة؟ السبب جيم 23 هو الاختصاص، فافتقار الصفة للموصوف افتقار للمتأصل، أما الإضافة فالافتقار فيها غير متأصل، وهو افتقار للباب وليس للكلمة. سين 24، ما الذي يربط بين الصفة والإضافة في الفارسية؟ سين 25، ما الذي يربط بين الصفة والإضافة الفارسية؟ هو الكسرة. سين 25، ما العلامة الإعرابية الوحيدة الفارسية؟ جيم 25، هي الكسرة. سين 26، لماذا جمعت الفارسية بين الجر والإضافة؟ جيم 26، بسبب انعدام العلامة الإعرابية لديها، ولهذا جمعت بينها في درس واحد وحروف الإضافة. سين 27، ما دلالة أهمية السياق اللغوي في بيان المعنى من خلال كلمة بعض؟ أنها جيم 27، أنها تعني الطائفة من كل شيء، وفي السياق القرآني ما يدل على أنها تعني ما هو مفرد كما مثلنا لذلك. سين 28، قال اهبط منها بعضكم لبعض عدو. ما دلالة أهمية السياق اللغوي في بيان المعنى من خلال كلمة الروح؟ جيم 28، أنها تعني الوحي والقرآن من خلال قوله تعالى: وسألونك ذو الروح، وقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سين 29، هل تأتي كلمة الترجمة بمعنى التفسير؟ وكيف؟ نعم، والدليل أن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس كان يسمى بترجمان القرآن أي مفسره. سين 30، ما القياس، ما السياق اللغوي؟ هو علاقة الكلمات الأخرى معناها مع بعض. ما أهمية السياق اللغوي في بيان كلمة المحصنات؟ أنها تأتي بمعنى الحرائر، وتأتي بمعنى متزوجات، وتأتي بمعنى عفيفات. نأتي بقى إلى الوحدة الثالثة. سين 1، ما الحذف؟ جيم 1، هو إسقاط جزء من الكلام أو الكلام كله لقصد الاختصار. سين 2، ما الفرق بين ما القصر؟ هو تقليل اللفظ وتكسير المعنى من غير حذف. ما أغراض الحذف؟ أغراض دلالية وأغراض لفظية. ما الأغراض الدلالية التي تنفرد بها الفارسية دون العربية؟ الاحتراز عن أطالة الكلام، الاحتراز عن التكرار، قصد اختيار السامع، والإيضاح والاضطرار. ما الأغراض الشكلية المشتركة بين العربية والفارسية؟ المحافظة على السجع والقافية والتخفيف. ما الأغراض الشكلية التي تنفرد بها العربية عن الفارسية؟ المحافظة على الفاصلة في الآيات القرآنية والاتساع. مثال للحذف الاختصار عند قيام القرين في العربية: قال ربي أرني أنظر إليك، أي أرني ذاتك. مثال للحذف لتعيين المحذوف: فعال لما يريد، أي الله فعال لما يريد. مثال للحذف الإخفاء: انتهت، أي لما انتهت المسألة. مثال للمحذوف للخوف من فوات الفرصة: قول الصياد غزال، أي هذا غزال فصادوه. مثال للحذف الاختصاص:
لو غير اخواني، اي لو اراد غير اخواني، مثال للحذف لبيان الابهام، امرته فقام، امرته بالقيام فقام. الوحده الاخيره والوحده الرابعه، ما المعرب؟ هو اسم مفعول من الفعل عربه ومصدره التعريب، وهو كلمه تصبغ بصيغه عربيه بعد عجمتها. ما منهج الدراسه بالعربيه والفارسيه؟ هو المنهج التقابلي. ما مفهوم المعرب؟ هو التبادل اللغوي او اللفظي بين امتين متحضرتين بينهما علاقه اوجدت هذا التبادل. ما الفرق بين الحضاره الفارسيه والحضاره العربيه؟ الحضاره الفارسيه حضاره ماديه خالصه، والحضاره العربيه قال الاسلام ثقافيه مصدرها الشعر، وبعد الاسلام روحيه مصدرها الاسلام. من ابرز الشعراء الذين استخدموا في شعرهم الفاظا فارسيه قبل الاسلام وبعده؟ قبل الاسلام الاعشى وعمرو قيس وعدي بن زيد، وبعد الاسلام بشار بن برد وابو نواس ومهيار الدارلمي وابن الرومي. اذكر بعض مظاهر التعريب. واحد، ما وضع العرب على اوزانهم الصرفيه، ما وضع العرب غير اوزانهم، استخدام اسماء الفارسيه لم يعرف العرب مسمياتها، قال بالهاء جيما اوقافا، قال بالسين صادا، قال بالزاي سينا والطاء تاء. ما التفريس؟ هو دخول كلمات عربيه او اجنبيه الى الفارسيه واخذ صبغتها وطبيعه نطقها. ما عوامل التفريس؟ الجوار الجغرافي، التبادل التجاري واللغوي، دخول الاسلام، استخدام الخط العربي والابجديه العربيه، استسهال الكلمات العربيه، ترجمه المؤلفات العربيه. اذكر نماذج للتفريس. 1- استخدام كلمة عربية بصورة ليس مسيفة عربية. 2- استخدام كلمات عربية بدلالات أخرى غير ما هي في العربية. 3- استخدام مصطلحات علم اللغة. 4- تكوين معنى مشتق من الأصل العربي. 5- استعمال أسماء عربية بمقام الصفة. 6- استخدام الجمل العربية كما هي في الفارسية. ونكون بهذا قد انتهينا من شرح المادة والتطبيقات التي عليها، وأتمنى لكم التوفيق ونلتقي دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.